ومن عروس الساحل الشرقي مشاهدينا نستكمل مجلتنا الصباحية ونستكمل تقاريرنا اللي مجهزينها لنا فريق العمل. مشاهدينا، مع التطور السريع للتكنولوجيا وأدوات الاتصال الحديثة، ظهر مصطلح التسوق الإلكتروني الذي يعد أحد أهم القطاعات نموا وطلبا في عالم الأعمال خلال ثورة الاتصالات والتطور التكنولوجي المتسارع الذي حدث في السنوات الأخيرة. وللتعرف أكثر عن التسوق الإلكتروني خلونا نتابع هذا التقرير وبنرجع لكم. مع التوجيهات الحكومية بالبقاء في البيوت وتعزيز التعاون لكل الجهود التي يمكن أن تساهم في تجاوز أزمة كورونا، سارعت متاجر عديدة في أنحاء الدولة إلى توفير خاصية الشراء عن بعد للمستلزمات اليومية. لوحظ في هذه الفترة ازدياد في استخدام المواطنين والمقيمين التطبيقات الذكية لتلك المتاجر والمحال كبديل عن الشراء التقليدي المتمثل في الذهاب إلى السوق أو المتجر. ويقول مستخدمو هذه التطبيقات إنها تشكل جزءا من الإجراءات التي يتبعونها لتفادي الاختلاط بالآخرين. كما أن هناك العديد من التطبيقات التي تؤدي هذا الغرض، وإن هذه التطبيقات تزداد ويجري تحديثها بحسب المتغيرات في السوق، موضحة نمو استخدام الشراء الإلكتروني من قبل عدد كبير من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. التسوق الإلكتروني أنجح شيء في هذه الفترة الأخيرة، يعني يمكن قبل كانوا في ناس يلجؤون للتسوق الإلكتروني وكنا يعني نمنعهم ونقولهم إن في له أضرار وفي له بعض أمور الاحتيال التي تحصل من خلال صحيح. هذا الأمر، ولكن مع كورونا والله شفنا بأن التسوق الإلكتروني هو أنسب شيء ممكن أن يلجأ للإنسان بأن يقي نفسه من هذه على فكرة الأمور. يعني قالوا أن جائحة كورونا من فوائدها أن هي توفر وتخلي الناس توفر فلوسهم، لكن عني أنا شخصيا مع التسوق الإلكتروني طفت على كل المواقع اللي في حياتي ما دخلتها مع التسوق الإلكتروني أو في هذه الجائحة دخلت، وكل يوم وصلني أوردر من هذه الشركات. يعني لما تشوفون تجمعات سيارات عند بيت عاشة لا تعتقدون أنها عزيمة، لا تعتقدون أنها عزيمة، هذه مناديب يوصلون، يعني حتى الماكيرة هدا دائما من حد يتصل خلاص عرفت أن المندوب متصل، فهذه من فوائد أيضا كورونا. الله المستعان. نعم. طيب إلى ماذا عاشة؟ إلى تربية الطفل اللي تعتبر من العمليات التي تحتاج إلى طرق وممارسات يتبعها الوالدان لإعداد ابنهم لحياة مستقلة من خلال اتباعهم لأساليب معينة. نتعرف مشاهدينا على جميع هذه الأساليب مع ضيفتنا لما حمد الصفدي، مستشارة أسرية ونفسية في دار الأفكار للاستشارات. أستاذة لما، صبحت الله بالخير. أسعد الله صباحكم. يا مرحبا، تشرف بتواجدك معنا طبعا في هذا الحوار المهم اللي يتحدث عن الأطفال. الأطفال لهم أهمية كبيرة جدا، كان بالنسبة لنا نحن كأسرة أو للمجتمع في المستقبل، فبتحدث عن هذه النقطة، أهمية تربية الطفل بطريقة صحيحة جدا واللي تعود بنتائجها إن كان على الوالدان أو على المجتمع في المستقبل. صحيح، في كثير من الأشخاص بيعتبروا بأنه نحن ربينا يمكن ما كانوا حتى أهلنا بجانبنا أو ما تلقينا التربية صحيحة نفسياً، وكان الضرب هو العنوان المستمر لحياتنا، وهي ما شاء الله علينا ناجحين بحياتنا. ولكن الفرضية ليست صحيحة مع هذا الجيل، لأنه هناك الثقافات، يعني هناك اختلاف الثقافات ما بين جيل أول وأهل أول وثقافتهم ونوعية التربية أو التعليم اللي أخذوا. اليوم نكون مسيطرين على هذا الجيل، إنه نكون نتعامل معه بطرق مختلفة وأكيد بطرق، لأنه نحن بيسهل نسيطر عليه. وحالياً يمكن اللي بيعانوا من حالة الغربة، يعني في غربة مع أولادهم مراهقينهم، وبيكون دائماً في حاجز ما بينه وبينهم. لهيك يمكن نصيحة، أعيدوا طريقة تعاملكم مع أطفالكم وراجعوا دائماً النقاط السلبية بالعلاقة ما بينكم.
جميل، يعني ومنكم نستفيد أستاذة، أكيد هنالك في أساليب صحيحة يجب على جميع الآباء، أو قاعدة ذهبية يجب على جميع الآباء والأمهات اتباعها. خلنا شوي نتكلم عن هذه الأساليب والقواعد الذهبية. أستاذة نمو معنا؟ طيب، أتوقع عشا يعني في من الأمور المهمة واللي شفتها يمكن معانا أستاذة نمو؟ ما أسمعكم؟ الصوت واضح الحين؟ طيب نعم أستاذة لما، يعني إذا سمعتنا في هنالك مثل ما نعرف قواعد ذهبية أو أساسيات يجب على جميع الآباء والأمهات اتباعها لتربية هذا الطفل بتربية صحيحة بطرق سليمة، خلنا شوي نتكلم عن القواعد الذهبية العامة. صحيح، أول قاعدة وهي أهم قاعدة، ابتعدوا عن مفهوم الحب المشهور. يعني في كثير من الأمهات، أنت نجحت أنا بحبك، إذا أنت اليوم في العزيمة كنت ولد مؤدب فأنا بحبك، إذا أنت اليوم سمعت كلام الكل أنا بحبك. دائما الحب مرتبط بالتصرف، يعني دائما مشاعر الحب عند الأم أو كلمة بحبك مرتبطة بالتصرف، ولكن هاي من أسوأ الأساليب اللي ممكن نتعامل فيها مع أولادنا. وشو السبب؟ لأنه الحب هو شعور مطلق لازم نعطيه لأولادنا بكل زمان وبكل مكان وكل اليوم، وسمعوهم قدر المستطاع هاي الكلمة بأنه أنت حبيبي وأنا بحبك، لأن هي بتشعرهم بالأمان والاستقرار. ولكن لا تربطوها لأنه التصرفات متغيرة، لأنه ابني ممكن يكون شقي، ممكن يكون متراجع دراسيا، المفروض ما يكون التصرف. كيف منشوفه بالواقع؟ اليوم تصلني استشارات من ناس مخطوبين، من ناس متزوجين، في عندهم مشاكل بأنه مثلا أنا زوجي أو زوجته عنده تبعية بس لحد المرض تجاه أهله، وعنده إحساس بأنه هو ما رح يكسب محبتهم غير لو قام بتنفيذ مثلاً 1-2-3. هذا سببه بأنه هذول الأهل من الصغر عودوا أولادهم الحب مقابل التصرف، إذا لم تتصرف الحب يتوقف. القاعدة الثانية جداً مهمة، الضرب يا جماعة كثير من الناس لحد هاي اللحظة يعتقدون بأنه الضرب هو الوسيلة الوحيدة للتربية، ولكن كل الدراسات لحد لحظة هاي بتأكد بأنه الضرب هو من أسوأ الأساليب للتعامل مع الأطفال. في مليون إحنا نلجأ له ونبتعد عن الضرب ونستبدل ونتعلم، الحياة متطورة والأمثلة الواقعية تثبت بأنه الأشخاص اللي هن ما تعرضوا للضرب المبرح أكثر. نتكلم أستاذة لما عن مبدأ الثواب والعقاب، يعني في بعض الأحيان من تصرفات الأطفال يقول لك خاصة الأمهات أن يخلوني خارج السيطرة فما أقدر أتمالك نفسي فألجأ للضرب، ممكن أنه يتأدب من خلال الضرب، فنتكلم شوي عن مبدأ الثواب والعقاب. عشان من ضمنها الأمهات طبعا. لا إن شاء الله، الله ما يخلينا إن شاء الله. لكن هو بالفعل يعني نحن دائما نقول نحن ضربنا لكن ما صار إلا شيء. صحيح. أنت عارفة أولاً يمكن هي كمان هي معلومة، ما في أم مثالية، يعني ما في أم بتعصب، يعني ما في أم ما يكون لحظات بتتعب بتخرج عن طورها، كلنا يعني بالنهاية بشر وإلنا طاقة معينة، فكل أم هي بتحس حالها لا تحسي بالذنب، أنت الوضع الطبيعي لكل أم. ولكن هي رسالة أحسن أن تقول بهذا الأسلوب بأنه لا تخرج تراكمات. يعني أعطيك مثال، بيكون صارت مشكلة صح، فأنت مشغولة مثلاً، ممكن تكون واتساب إيميل، أنا تجوزتها، صارت مشكلة في الظهر، قررت بإني ما أتعاطى معها أو استعد بالمساعدة أو بالأب، تجمع المشاكل، صرنا في فترة العصر خلاص أنت طاقتك خلصت والمشاكل متجمعة من الصباح، فبتطلع عصبيتك مرة واحدة. لما بتطلع عصبيتك من التعب والإرهاق والمسؤوليات والمشاكل الحياتية والعائلية بتروحي لفكرة أنت تفرغي طاقتك. يعني هاي هي النقطة، أنتوا ما بتعاقبوا أولادكم بهالحالة، أنتوا عم تريحوا أنفسكم. أنا بكون عصبية فبحس حالي لما ضربتهم أنا فكري أني ربيتهم، ولكن بالمحصلة أنا خلصت حالي من حالة التوتر. لهيك عالجوا كل موقف بنفس الوقت. النقطة الثانية بأنه دائماً لو كنا حاسين، وهي يمكن الرسالة، بأنه أنا لو كأم حاسة حالي فشلت فعلاً ما عندي أي معلومات، يا أما استشيروا دورات، يعني دائماً ناخد رأي شخص ممكن هو يساعدنا بانه يصوب نقاط الضعف اللي بحياتنا، ما نروح نسال حدا من العائله، نسال احد الاشخاص اللي يمكن هو معروف عنه بعدوانيته تجاه الاطفال. يعني نروح للتجربة ونتعلم، حتى الانترنت مليان مقاطع مؤثره ممكن تعلم كل ام بالتعامل الصحيح. ممتاز.
والله أمانة أستاذ لما تزيدين الجرح في داخلي لما تتكلمين بأن وتقولين ولي الأمر لابد بأن يشعر بالذنب، وأنا حقيقة يعني طول حياتي أبوي الله يرحمه ما عمري شفت في عينه نظرة الذنب لما كان يضربني، كان يضربني وأصيح وأنا أصيح يقول لي روح الدكان يجيب خبز، فنظرة الذنب هذه ما كنت أشوفها أبدا، فلله الحمد يعني دائما ما نقول بأن الشيء اللي جاءنا في الوقت هو كان يناسبنا، ولكن ما بعد ذلك يختلف الوضع، تختلف الطرق، تختلف الأساليب، فعلينا بأن احنا نتغير مع متغيرات الحياة بكل شيء. فبالتالي أستاذ لما لضيق الوقت أنا صراحة ودي أتوسع في الحوار معك، ولكن إن شاء الله للحديث بقية في لقاءات أخرى. شرفتينا وما قصرتي في حديثك عن التربية الصحيحة وأهم القواعد في أن نحن ننشئ أطفالنا بطريقة جيدة. شكرا لك أستاذ لما. الحين عمر ما قصرتي. طيب الآن مشاهدينا الكرام بالتأكيد توجد العديد من أنواع المحاصيل التي تزرع في دولة الإمارات، ولكن لكل نوع من تلك المحاصيل مواعيد محددة لزراعتها لكي تنمو وتترعرع بطريقة صحيحة، فتزرع إما بفصل الصيف أو الشتاء. لهذا سنتعرف معكم اليوم على الزراعة في فصل الصيف من خلال التقرير التالي. نصبح عليكم مشاهدينا الكرام بكل خير ونحييكم تحية طيبة ويا مرحبا بكم ويانا وين ما كنتوا. طبعا اليوم متواجدين بكاميرا الشرقيه في احد المشاتل المتواجده في مدينه كلباء. خلونا مشاهدينا الكرام ناخذكم في جوله من خلال هذا التقرير لنتعرف على طرق الحفاظ على الزراعه وطرق ري هذه الزراعه والحفاظ عليها خاصه في فصل الصيف. بعض النباتات تأتي مهيئة خلقياً لتحمل الحرارة من خلال الاحتفاظ بالماء في أوراقها السميكة، بينما البعض الآخر وهو الغالبية العظمى من النباتات لا تمتلك هذه الخاصية، ولهذا فهي ستعاني من الحرارة العالية، وبشكل عام سيظهر تأثير الحرارة على النبتة من خلال الذبول، وهو علامة بارزة لنقصان كمية الماء في النبات. وإذا ما تم تجاهل هذه العلامة فستتطور الحالة حتى تجف النبتة وتموت، وفي بعض الحالات تتحول الأوراق إلى اللون الأصفر قبل الموت. إن من أهم الوسائل للعناية بالنبات أثناء أوقات الحر الشديد هو زيادة الري، وخصوصا للنباتات الموجودة بالأحواض، فريها يكون غزيرا حتى يظهر من فتحات التصريف، ويكون ري الماء مرتين يوميا إن دعت الحاجة في ساعات الصباح الأولى وفي الليل، مع عدم الري في أوقات الظهيرة واشتداد الحر، كما يجب عدم نقل النباتات في هذه الأوقات، ويفضل تظليل النباتات الخارجية لتتقي أشعة الشمس الحارقة. شاهدنا مشاهدينا المحاصيل الصيفية وطرق زراعتها وأهم القواعد المخصصة لها، ومن هذا التقرير نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم. لقانا إن شاء الله يتجدد بكم في حلقة قادمة بموضوع مختلف. إلى ذلك الحين تقبل تحيات العشر أنصاري وتحيات جميع طاقم العمل، مع السلامة. حياكم الله.